صباح الخير الوزارة ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديال هشام وملاك. كما كتشوفوا اليوم راه الصباح راه 4:30، كما راه بان لكم راه 4:30. راني دابا نط مع 4 باش نتوجد طاسي وجد بنتي باش غادي نمشي للمطار ديال الناطور ديال العربي، باش غادي نركبو تما باش نهبطو في بروكسل. هذا هي، يلا بقاو معايا باش تشوفوا كاع واش غادي ندير في هذا النهار الرحله ديالي. يلا مرحبا بكم غزلاتي، راني جمعت حويجاتي، خملت البيت ديالي باش نمشي نخليها نسلفها ولا يبقى ذكريات. العروي في الناطور، رانا نستناو باش طيارة باش يعني نطلعو. هدا من هنا جالسين نستناو مهم جمعة ان شاء الله ملي نوصل في بروكسل نكملي لكم ونبين لكم كل شيء. الباكاج راه هنايا عندي زوج، هاد الزوج فاليزات مع ساكادو مع تشكارة، لأنني كنت جايبة واحد خور ساك خور وقالت ما يقدروش باش يديوه يعني يقبلو كي جوج فاليزات، ورده لي الأخ الزوج ديالي رده معاه دا حتى من بعد وصفطوه لي مع الفاليزة الكبيرة.
تشدك الدوخة وما تقضيش الليل، ما يقدرش لالو كيجي شوية الدوخة، ما كتكونش بسكيدة، كتبقى تميل هاك تميل هاك تميل كتبقى تميل. ايوا هاديك هي، ما عاد تعدل راسها، هي من تعدل راسها صافي طلع فوق الضبابة، صافي تكون تما مزيانة يعني. خلينا في المغرب بحال مشمشة، وغادي نمشيو لبروكسل. بروكسل انا مأطون، راه كاين الغيام والشتا والريح والضبابة، كعارفين بروكسل الجو هذا دائما متقلب، دائما الشتا الغيام والضبابة. المهم من غادي نوصلو ان شاء الله غادي نصور لكم كل شيء ان شاء الله. الغزالة ديالي كيما راكم تشوفو، الضباب رانا الضباب تحت، حنا رانا فوق الضبابة. شفتو شفت كتبان الحالة دايرة من الفنات، رائع رائع رائع. بقينا شبرها 11 وبقينا ساعة عاد باش نهبطو، يعني مش 12 عاد نهبطو البنات. شفتو كتبان الحالة، يلا مهم من نوصلو، غادي نشارك معاكم الوصول ديالي بروكسل ان شاء الله. غزالات كيما كتشوفو دابا راها غادي تبدا تهبط الطائرة الى مطار بروكسل، ولي زغنطم. شوفوا الرحله كانت من مطار العروين نادور الذهاب الى مطار بروكسل زغنطم. ان شاء الله غادي نوصلوا، انا بزاف نصوركم شويه ونوصلنا، وتكون الرحله خلصت ديالنا في المغرب اللي قضيناها في المغرب ديال شي 2 سيمين هكاك، وسمين ان شاء الله قبل العام الجاي ان شاء الله تكون ان شاء الله مرة اخرى.
انها هو ضم المطار، انا جالس نستنى التران يجي باش غادي نمشيو. باجاجنا راه ما عاد محطوط، انا نستنى. ايه مالك دابا رانا راه فوق المطار وحنا رانا تحت في بلاصه الترانات باش غادي نستناوه باش نمشيو للدار ديالنا. مزالتي كما كنت تشوفو دابا رانا ماشيين للدار، وصلنا رانا في الطران ورانا ماشيين. كما راه يبان ليكم الجو مغيم ومشتي، كنا في المغرب الجو مشمش، دابا الجو مغيم والشتا والضبابة. مهم ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف 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 وتوحشتكم بزاف بزاف، ونعتذر على يعني عدم التفاعل ديالي معاكم. ان شاء الله لما نرجع نريح نتفاعل مع نبقى نتفاعل يعني معاكم، ونعتذر بزاف الى بقى معايا حتى نوصل للدار ديالي. باش غادي نمشي للدار، الدور بس مازال مجعلها من هنا لداخل الجلسة، لأن راه كاين برا الشتا والبرد، والدور بس باقي له مدة عاد باش يجي. مبغيناش نجلسو برا يعني على حساب البرد وعلى حساب التمالك البرد عليها. غادي من لوكا. لوكا وي السلام عليكم، كي دايرين؟ أجينا وهضري معاهم لاباس؟ قولهم توحشتكم، قولهم غادي نجي وندير لكم وصفات، قولهم باي باي. مهم بنات الغزالات، هنا غادي نختم لكم الفيديو اللي درتو لكم نهار ديال العودة ديالي من المغرب. غنختم لكم الفيديو. شكرا لكل واحد مدعمني في القناة ديالي، كنشكره وشكرا بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش بلي قناة شين أمة لا كتبغيكم بزاف، ويعني ما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك وبالدعم ديالكم بالبارطاجيو مواقع، بارطاجيو جميع مواقع التواصل، بارطاجيو فيهم. بيزو كبير ليكم، وان شاء الله ريحوا نوليو الفيديوهات. يلا سلامه.